وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد سعادة السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أن العالم الآن بأشد الحاجة للتكاتف والتلاحم بين الدول والشعوب في ظل الظروف الاقتصادية والصحية الحالية. نحن الآن في أشد الحاجة على المستوى الدولي للتكاتف بين شعوب العالم لمواجهة التحديات العديدة التي تواجه العالم أجمع، سواء كانت على مستوى كوفيد 19 أو على مستوى الأوضاع الاقتصادية أو الأوضاع الاجتماعية والحالات الإنسانية المتعددة السيئة التي تسود العالم. وبالتالي هذا الاجتماع وإن كان منعقد على بعد، وإن كان هو الاجتماع الخامس لرؤساء البرلمانات اللي هما السلطة الأعلى في السلطة التشريعية، والذي يعقد مرة كل خمس سنوات، هذا الاجتماع على أهميته وعلى الظروف الحالية أصروا الأخوة رؤساء البرلمانات في العالم بانعقاده في موعده الآن، وسوف يستكمل العام القادم إن شاء الله من خلال اجتماعات رسمية عن قرب لمتابعة مناقشة نفس الأهداف الرئيسية لاجتماع اليوم. نحن في البحرين دأبنا في الحقيقة على المشاركة في هذه الاجتماعات وبشكل مكثف ومشاركة فعالة، كما وجدنا أمس مشاركة الأخت معالي رئيسة مجلس النواب، واليوم مشاركة الأخ معالي رئيس مجلس الشورى.